استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء أكد سموهما أن ما حققته البحرين من تقدم اقتصادي واجتماعي عبر الخطط والبرامج التنموية سيعطي حياة وأملا متجددا نحو المستقبل، وشدد سموهما على أن العناية بمستقبل البحرين من خلال العمل والإرادة هو الذي سيحقق النجاح تلو الآخر. وعبر سموهما عن ارتياحهما للمؤشرات الإيجابية التي تحققها مملكة البحرين في مجال توفير بيئة جاذبة للحياة والعمل والتي تعكس نجاح جهود التحديث والتطوير الشامل وقدرة البيئة الاستثمارية في المملكة على جذب مزيد من الاستثمارات. واستعرض سموهما خلال اللقاء مستجدات الأوضاع العالمية، وشدد سموهما على مضاعفة الجهود من خلال إبراز المنجزات الوطنية وما تتمتع به المملكة من بيئة أعمال وفرص استثمارية جاذبة.